ورجعنا لكم مرة تانية مع فقرة السبورة ومتابعة بالتأكيد لمباراة الأهلي وريال مدريد. وفقرة السبورة من خلال صفحة يلا كورة وصفحة جي ال سي سبورتس ومن خلال برنامج في كتفك يا أهلي ومن خلال شركة جي ال سي الشركة الأولى للدهانات في مصر. كريم، ريال مدريد والأهلي والريال خسر من ريال مايوركا قبل مواجهة الأهلي. طب احنا اعتدنا يا محمد ان احنا بنحلل للسادة المشاهدين مباراة الأهلي، احنا النهاردة عايزين نحلل مباراة ريال مدريد ومايوركا. طبعا النهاردة اعتقد مباراة ريال مدريد ومايوركا في وجهة نظري دي اكتر مباراة لريال مدريد السنة دي اعتقد خدت مشاهدة من داخل جمهورية مصر العربية، بسبب طبعا اكيد كل الناس عايزة تشوف ريال مدريد قبل ما يسافر المغرب ويواجه النادي الأهلي ان شاء الله يوم الأربعاء. النهاردة شفنا مواجهة ما بين أنشيلوتي مدير فني طبعا للريال وأجيري طبعا المدير الفني السابق لمنتخب مصر والمدير الفني الحالي لفريق مايوركا. النهاردة أجيري واجه أنشيلوتي محمد بطريقة كولر أكيد ما بيلعبش بيها، وهي طريقة 5-4-1. بس في أسبانيا معظم الأندية في منتصف الجدول أو في مؤخرة الجدول ما بتلعبش ريال مدريد أو برشلونة غير بالخماسي الخلفي ثابتين. ليه؟ هو عارف ريال مدريد قدراته الهجومية على الأجنحة بتبقى صعبة جدا، وبدأ يعتمد على الهجمات المرتدة. هو عارف إن ريال مدريد دايما بيلعب بيه هاي لاين ديفنس وبيلعب بضغط عالي، فبالتالي أنا بعتمد على المساحة في ظهر الفريق. دي الطريقة المعتادة اللي بصراحة على طول ريال مدريد أو برشلونة بيتضربوا بيها في الدوري الأسباني. هل احنا هنعمل كده؟ أشك، لأن أشك مش هيعمل كده. كولر يلعب بخمسة؟ لا ميلعبش بخمسة، هو مش هيبدأ بخمسة خالص، هو بيبدأ بثلاث مساكين، ده صعب. إنما كولر عودنا إن في الحالة الدفاعية للنادي الأهلي بنقف ستة ما بنقفش خمسة. ليه؟ إنه بيطلب من الاثنين الفول باك، لو افترضنا يعني ان اللون الازرق ده هو النادي الاهلي، النادي الاهلي في الشوط الاول قدام سياتل كان بيعمل ايه؟ كان طاهر الجناح بيرجع هو اللي يعمل يقف مكان علي معلول، وعلي معلول بيرحل لجوه سن. نفس الامر كان محمد هاني بيخش يرحل جوه ورجع بيرسي تاو بيقف ورا عشان يبدا يعمل سداسي دفاعي في مواجهه هجوم سياتل، اللي برضو سياتل برضو شفناه كان بيعتمد على الأجنحة بشكل كبير أكثر ما بيعتمد على عمق الملعب. فالنهاردة أجيري بدأ يخنق ريال مدريد باللعبة دي، شفناها في الشوط الأول وكمان قدر إن هو يجيب هدف مبكر ويحط ريال مدريد تحت الضغط، وضعا طبعا في الاعتبار إن ريال مدريد عنده كم هائل من الإصابات، أخرها طبعا الإصابة اللي انت قلتها في الفقرة الأولى وشفناها طبعا على كورتوا، واللي برضو احنا بنأكد ليه السادة المشاهدين من برنامج في كتفك يا أهلي مع جي ال سي بنسبة 99.9 كورتوا لن يلحق بمباراة النادي الأهلي، لأن طبعا زي ما قلنا لكم برضه في الفقرة الأولى بنعيدها تاني، اللي بيحبوا في ناس بيحبوا يتفرجوا على الفقرة دي لوحدها والفقرة دي لوحدها. تاني إصابة في الضم يا محمد استحالة 48 تتعالج ساعة. في 48 ساعة أو حتى 3 أو 4 أيام ده مستحيل فعليا، حتى إيفل لو شد خفيف جدا 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 في الضمة أقل حاجة أسبوع. فده معناه ان كورتوا طبعا هيسافر مع الفريق، ولكن هم في وجهه نظرهم يعني هيجهزوه عشان خاطر يعني الثالث والرابع مواجهه عشان مواجهه بالنسبه لهم طبعا من وجهه نظرهم مواجهه فلامينجو اللي برضه من وجهه نظره المتوقع هيلاعب الريال. فهو بيحسب دايما المدير الفني لبطل ليبرتا دوريس والمدير الفني لبطل اوروبا في السيمي فاينال بيعمل حساب الفاينل هو في الفاينل هيلعب على مستوى اعلى من وجهه نظري. بس طب انا بنسبه كبيره يمكن اندريا لورين الحارس الاوكراني هو اللي هيكون حارس الريال. وشفناه النهارده حارس هو امانه بكل امانه ما تعرضش لاختبارات كتيره، وطبعا شفنا كل الهدف خطا فادح من الدفاع، قلنا من اكبر نقطه ضعف في دفاع نادي ريال مدريد وهو ناتشو واحد من يعني اللي بيحبوا ريال مدريد وبيحبوا يتفرجوا على الدوري الاسباني بيشوفوا ان ناتشو هو اقل أكيد. مدافع في خط دفاع نادي ريال مدريد، وطبعا بيبقى شايل فعلا اللي بيشيل خط الدفاع روديجر. روديجر طبعا مدافع منتخب الالماني، مدافع قوي جدا 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 والتحاماته جيده. كارفخال نفسه في الهجمات المرتده هو اللي بيضم، وشفنا النهارده في الشوط الثاني مايوركا يا محمد في الشوط الثاني راحوا بكم انفرادات فظيعه، بس كارفخال هو اللي كان بيقدر
يغطي، وهو اللي كان بيقدر يمنع مرمى ريال مدريد من هو يستقبل الهدف الثاني. فطبعا كارفاخال يعني بمساعده روديجر كانوا بيقدروا يغطوا على الاخطاء المنتظره من ناتشو، واللي نتمنى على المستوى الشخصي ان ناتشو ان شاء الله يبقى اساسي في دفاع الريال. طيب سريعا كده عشان وقتنا، لو بتكلم على مواجهات فينيسيوس جونيور اللاعب البرازيلي قدام محمد هاني، وهل كارفاخال بكلامك اداؤه في مباراه ريال مايوركا هيبقى حائط صد قوي امام علي معلول؟ بص طبعا خلينا نتكلم، طبعا اكبر يعني اكتر مواجهه الناس تتكلم عليها هي مواجهه فينيسيوس مع محمد هاني. وخلي بالك برضو ممكن ما يكونش محمد هاني بس، ممكن يكون محمد هاني واللي هيلعب قدام محمد هاني سواء كان طاهر محمد طاهر او حسين الشحات، واحنا لسه ما عندناش اي تاكيد على مركز الجناح. ربما يكون في تاكيد على مركز الفول باك الايمن، محمد هاني اكيد هو اللي هيلعب، لكن ما اعرفش مين هيلعب قدام. لكن خلينا نقول ان محمد هاني في الوقت الحالي بيمر بواحده من افضل فتراته مع النادي الاهلي، وادائه في مباريات الدوري او حتى مباريات المونديال الجميع بيثني عليها وكلنا راضيين عنه. عايزين بس نلفت نظر محمد هاني لمواجهته مع الفونسو ديفيدز الباك الشمال لنادي بايرن ميونخ ومنتخب كندا السنه اللي فاتت، لما قدر يوقف خطورته بقوه في المباراه، وكلنا اثنين على اداء محمد هاني ساعتها. بس في فرق ما بين اداء الفونسو ديفيدز واداء فينيسيوس. الفونسو ديفيدز راجل دريبلر، يعني راجل سريع، راجل جراي، ما عندوش مهارات فرديه. فينيسيوس لا، وضع مختلف تماما. فينيسيوس حاجه تانية خالص. فينيسيوس راجل سكيلر، نسخه او ايه النسخه المصغره من نيمار. ريال مدريد وانشيلوتي دايما بيلعبوا على فكره ان انا عايز افرغ المساحه دي لفينيسيوس هنا اهو، اول ما اعدي منطقه ال 18 واحد لواحد ويعرف يعدي، احطه في موقف واحد على واحد. لو انا حطيته في موقف على واحد 90% فينيسيوس هيعدي. طيب اكتر حاجه عايز افكر محمد هاني بيها، ما تواجهش فيس تو فيس، اقف انت بالجنب. ما تواجهش فيس تو فيس، لو واجهت فيس تو فيس دي فيها مغامره. ليه؟ انك انت هتاخد قرار وفينيسيوس هياخد قرار. لو فينيسيوس رقص وانت مواجه بوشك انت خلاص عدى منك، ما قدامكش غير حاجه واحده انك هتعمل فاول اوت اوف كنترول، انذار في انذار احنا بره، ده ما ينفعش. طب ايه الحل الافضل لمواجهه لاعب زي ده؟ لازم دايما غصب عنك تواجهه بجنبك، تقف بجنبك زي ما محمود متولي بيعمل. تقف بجنبك، ما تخليهوش يواجهك بوشك. لو واجهك بوشك انت بتخسر المنافسه سريعا، لان هو هيعرف يكلفتك، هيعمل حركه، هيعمل يعني هيلف بالكوره، وكل السكيلز اللي عند فينيسيوس محمد كتير ومتنوعه. شفنا النهارده قدام مايوركا ما فيش ولا مدافع من دفاع مايوركا قدر يوقفه في موقف واحد على واحد. فينيسيوس اخترق الحته دي كتير قوي جدا، وبيروح ويلعب الكره لبره اللي جاي من ورا. فان شاء الله عايزين نبقى اكيد طبعا الجهاز الفني عارف الكلام ده واخدين، بس هي في الاخر خلي بالك هنتكلم على التصرفات دي، دي جزء من الثانيه اللي في لعيبه الكوره. ما هي الاخطاء اللي زي دي هي اللي بتخلص ماتشات، دي جزء من الثانيه. احنا فعايزين دايما تفضل تعيد وتزيد فيه. افتكر فينيسيوس، افتكر ما تقابلوش بوشك، قابله بجنبك، لازم تقف بالجنب. ليه؟ عشان تحاول على قد ما تقدر ان انت ما تخليهوش عنده مساحه انه يكلفتك. بس فدي أكيد. بالنسبه للحته اللي انت قلتها بتاعت كارفاخال وعلي معلول، اكيد برضو لازم نستنى ونشوف مين اللي هيلعب قدام علي معلول. هل هيكون بيرسي تاو؟ هل هيكون احمد عبد القادر؟ هل هيكون اي حد تاني؟ طبعا احنا عارفين خط هجوم الاهلي كلهم جوكر وكلهم بيلعبوا في مراكز بعض، بس مهمه طبعا علي معلول ان هو يبعد عن الثنائيه البدنيه مع كارفاخال. لو علي معلول دخل في ثنائيات بدنيه مع كارفاخال، في وجهه نظري الغلبه هتكون لكارفاخال بنسبه كبيره جدا. طبعا فرق الجسم، فرق القوه البدنيه، حاجات كتيره. احنا برضو يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، لازم نبقى واقعيين وواقفين على الارض. طب نحاول نعمل ايه؟ نحاول على قد ما نقدر نبعد بالكوره عن التدخل الجسدي، وان شاء الله باذن الله ليه لا؟ ليه لا يا محمد؟ باذن الله الاهلي نشوفه في الفاينل باذن الله. الاهلي هيكون في الموعد. كريم انا بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ليك. ودي كانت فقره تحليليه مهمه جدا للحديث عن ريال مدريد في مباراته امام ريال مايوركا اللي خسر فيها بهدف مقابل لا شيء، وازاي يقدر الاهلي يواجه الريال